يحتفل المواطنون في عدد من المناطق بالقاهرة بالعام الميلادي الجديد، ولرصد مظاهر الاحتفال نفتح نافذة مع شبكة مراسلين كريم بيبرس من دار الأوبرا ورامي محمد من ممشى أهل مصر. يعني بداية ونبدأ معك كريم من دار الأوبرا، كل سنة وأنت طيب، أطلعنا على الأجواء لديك. كل عام وانت بخير دينا، كل عام وانت بخير ايمان، وكل عام وكل الشعب المصري بخير بمناسبه العام الميلادي الجديد. يعني راس السنه هي فرصه لجميع المصريين والعالم اجمع ليحتفلوا بانتهاء عام انتهى بالفعل، وبدايه عام جديد، بدايه امله في مستقبل دائما افضل. هنا من دار الاوبرا المصريه، دار الاوبرا المصريه تحتفل كل عام منذ 20 عاما تقريبا بليله خاصه وفريده من نوعها بهذا العرض الخاص بفرقة موسيقى القاهرة السيمفونية التي تعرض هذه الموسيقى الخاصة وهذه الموسيقى الفريدة التي يلعبونها عن كبار مؤلفين الموسيقى وكبار مؤلفين الموسيقى الغنائية بالذات، وهي مثل موزارت ويوهان شتراوس، وهذه ربما الموسيقى مثل الدانوب الأزرق ليوهان شتراوس وأيضا الناي السحري لموزارت. يعني نرى العديد من المواطنين يأتون خصيصا لدار الأوبرا المصرية هنا على المسرح الكبير ليستمعوا لهذه الآلات الموسيقية وهذه المعزوفات الموسيقية والاحتفال الأوبرالي المختلف الذي ربما يأخذهم إلى عالم آخر، يأخذهم إلى عالم موسيقي مختلف، يأخذ عنهم ربما يعني ما مروا به من عام ربما كان مليئا ببعض الضغوطات ليبدأوا عاما جديدا مليئا بالأمل والفرحة. يعني تحدثنا أيضا مع المايسترو جوفاني بومبيو، وهو مايسترو هذه الليلة الخاصة، ليتحدث عن أن لا توجد رسالة قوية إلا مثل الموسيقى، هذه قوة ناعمة لترسل رسالة أمل وفرحة وسعادة لتأخذ الحضور في عالم جديد وعالم مختلف مليء بالفرحة الفرحة والأمل إلى عام جديد. وكل عام وأنتم بخير في الاستوديو، وكل عام وكل المصريين بخير. نعم، ابقى معنا كريم، ونتحول من الأجواء الكلاسيكية بدار الأوبرا إلى ممشى أهل مصر مع رامي محمد. رامي، يعني صف لنا الأجواء احتفال المواطنين المصريين في ممشى أهل مصر بالعام الميلادي الجديد. تحياتي لك ولكل متابعينا، كل عام والمصريين والعالم أجمع بكل خير. في ظل الاحتفالات بالعام الجديد امتلأ ممشى أهل مصر بحالة من السعادة والبهجة التي بدت واضحة على المواطنين مع توافد التجمعات العائلية والشباب والأطفال على ممشى أهل مصر بامتداده، حيث يأخذون الصور التذكارية والاحتفال بالأجواء هنا، الأجواء النيلية في أحضان النيل، وهناك أيضا على يمين عدد من المراكب النيلية التي يمكن تزداد من جذب المواطنين أيضا في هذا الموقع مع وجود الأغاني والموسيقى الخاصة باحتفالات العام الجديد. وأيضا استعد ممشى أهل مصر بالكثير من المظاهر الاحتفالية والديكورات الخاصة بالعام الجديد، منها الإضاءات الكثيرة وشجرة الكريسماس التي تعتبر الرمز الرئيسي للاحتفال بالعام الجديد. ولو تحدثنا عن المحال والمطاعم التي لجأت إلى العروض الفنية والشعبية والموسيقى والغناء، وأيضا هناك عدد من المحال الأخرى التي لجأت إلى تقديم عروض للمواطنين لجذبهم بشكل كبير، وجذب أيضا لفت نظري الكثير من الأجانب سواء من العرب وخارج مصر والدول العربية، كانوا متواجدين هنا في ممشى أهل مصر للاحتفال بالعام الجديد. أجواء من الفرحة والسعادة والبهجة امتلأ بها هنا الممشى، وأيضا بالديكورات الكثيرة الخاصة بالاحتفال بالعام الجديد وأخذ الصور التذكارية من المواطنين بجميع الفئات والطوائف. نعم، هنا في ممشى أهل مصر. عودة لكم مرة أخرى، كل عام وأنتم بخير. نعم، أشكركم شكرا جزيلا من دار الأوبرا وممشى أهل مصر. كان معنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس ورامي محمد.